كما قلت أن المهني أو الصياد يمثل بالنسبة لي أهم محور، فنحن فتحنا ملف دراسة قانون شامل أساسي للصياد البحري، ولكن هذا لن يكون إلا بعد جمع جميع انشغالاتهم حتى يكون بصفة يعني شاملة ويستجيب لمشاكلهم اليومية. أما أظن أن قانون تعديل قانون الصيد سوف يكون له فائدة كبيرة على مستوى المهنة، وكذكر أن التعاونيات هي يعني تعليمة من تعليمات سيد رئيس الجمهورية، فإحنا نفذناها وسوف يعني تتوج بالعديد من النتائج الإيجابية. وجدنا هناك مشاكل كثيرة ومشاكل كبيرة في تسيير هذه الميناءات، وخاصة فيما يتعلق الاستجابة لطلبات خدمات الصيادين، ولهذا نحن نخرج معا لحصر ومعرفة الانشغالات اللي يعبر عليها المهنيين، وعدنا برنامج حصرنا جميع المشاكل اللي تلقيناها بالعاصمة، واليوم ثاني لقينا مشاكل وصعوبات رغم يعانوا منها المهنيين وحتى يعانوا منها المسيرين تاع هذه الميناءات. اليوم رانا نحصروا في هذه المشاكل وسوف يتم التكفل بها.